بشكل عام آخر أسبوع أسبوعين أظن الأرقام بالنسبة لكورونا عم بتحسن، لكن عم نطلب من الجميع كمان يلتزموا بالماسكات وبالإجراءات اللي بتخفف العبء علينا. في المجال دولة الرئيس كمان يحكي على كيف بدنا نحمي عدد من القطاعات الاقتصادية في البلد، لأنه طبعا الأردن جزء من العالم وكلنا دفعنا الثمن اقتصاديا، وفي عندنا تحديات بالنسبة للفقر والبطالة. في مجال بالنسبة للزراعة في البلد، حابب أسمع منكم وين المناطق اللي بتجوز. نحن عارفين شو الاستراتيجية، لكن لأنه أنتم عايشين على الأرض تقدر تساعدونا كثير كيف نكسب أكبر عدد من المواطنين يشاركوا بالمشروع. راح نضلنا على اتصال معكم، لأنه لما منطور الخارطة الزراعية بدي أسمع منكم كيف نحن بنقدر نشتغل مع بعض. الحضور تناول بالتقدير مضي الأردن في مسيرته الديمقراطية والالتزام بالاستحقاقات الدستورية من خلال إجراء الانتخابات النيابية بنجاح وبأعلى درجات السلامة العامة، مؤكدين أهمية دعم القطاعات التي تضررت نتيجة أزمة كورونا، وطالبوا بإيجاد برامج طويلة الأمد للحد من الفقر والبطالة. ولفت الحضور إلى أهمية إنجاز الخارطة الزراعية ودعم صندوق المخاطر الزراعية، وضرورة أن يكون هناك خطة اقتصادية محكمة وطويلة الأمد تدعم الصناعات الوطنية وجلب الاستثمارات. وتناول اللقاء الاهتمام بالقطاع السياحي ودعم المرأة والمشاركة في الحياة السياسية. بشار الخرشاء، التلفزيون الأردني، عمان.